تعز تعانق الكتابة للمرة الثانية في عام واحد بعد أكثر من 4 أعوام من الحرب بمعرض حوى مئات الكتب المختلفة بمجالاتها المتعددة والتي جذبت القراء والعديد من المثقفين بابتسامة رسمتها أيادي أبرزت المعرض إنجازاتها الحاملة الاسم مدينة انتمت إليها أقلامهم. المعرض هذا أفضل من المعرض الأول بكل شيء، مثلا في الكتب بالمرتادين، ويمكن أفضل أنه في كتاب مبتدئين. أنا شاركت هنا بكتاب الوقيس في المترادفات، عبارة عن معجم مبسط يجمع المترادف الفصحى بشكل يوفر على القارئ الوقت والجهد والمال، أشبه بكبسولة علمية. مدينة تعز بطبعها هي عاصمة الثقافة، وكما ترون هذا معرض الكتاب الثاني الذي يقيمه مكتب الثقافة في مدينة تعز. كما ترون المكتب منذ أول يوم زاخر بالعديد من الكتب، بعضها تعتبر نادرة وذا احتياج كبير في مدينة تعز بالذات للقراء. وفق معرض الكتاب الأول وفرت بعض الكتب الجديدة. شمل المعرض العديد من المؤلفات الأدبية والروائية، كما أبرز كتب جديدة كتبت على يد أبناء مدينة ذاقت الألم الذي حاول العديد من الكتاب الهروب منه والاكتفاء برسم الأمل بين سطورهم التي اختلفت بما حملت أفكارهم. في تعز اخترنا الحياة والتوهج، نبذنا الموت والانطفاء، وهذا ما ظهر من معرض الكتاب هنا في تعز. ظهر العديد من الكتاب مع إصداراتهم بحلة زاهية مليئة بالثقافة والتنور. تتنوع الأفكار بين سطور مؤلفاتهم الأدبية والشعرية بمواضيع تحمل الفائدة وأخرى لم تتمكن أصواتهم عن البوح بها والتي دونتها أيديهم بصمت أسكتته آلات الحرب. كتاب ميلاد هو من اسمه يعني بداية مولد للكاتب، لي أنا وللقارئ اللي بيقرأه، إنه كيف يبدأ أول شيء بالبزوغ، يعني كيف يبدأ الأفكار المغلوطة التي كانت عندنا من زمان، إيش هي وإيش سببها، وبعدين كيف تتبلور وكيف تتغير. لمن آخر شيء آخر باب بالكتاب اللي هو ميلاد، إنه كيف الإنسان بعدين يصنع ميلاد نفسه، كيف يصنع ميلاد المجتمع من حوله. اختلف المعرض عن سابقه بوجود الفكرة التعزي بين خانات الكتب العامة والتي أبدت ما تنجب مدينة الثقافة من إبداع تحت ظل ما عاشت من واقع دفن بين حروف كلماتهم.